بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في جناح دولة الكويت في إكسبو قطر 23. معكم أخوكم الدكتور عبد الله عبد الوهاب المعتوق، واليوم اللي سعد جدا بتنظيم الهيئة العامة للبيئة لمحاضرة بعنوان مياه الصرف الصحي ثروة مستقبلية مستدامة، والتي قطت عدة محاور منها مصادر مياه دولة الكويت وكيفية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في التطبيقات المختلفة، بالإضافة إلى أنها قطت كميات الطاقة المتوفرة في مياه الصرف الصحي وكيف يتم استخلاصها واستخدامها في التطبيقات المختلفة. حابين نشكر جناح دولة الكويت والمنظمين وخصوصاً الهيئة العامة للبيئة على هذه الاستضافة وتقديم جميع التساهيل التي أدت إلى إقامة المحاضرة هذه بنجاح، ونشكرهم وبإذن الله يكونوا استفادوا وكنا عند حسن الظن. ألف شكر لكم ويعطيكم العافية.